الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة للمشاركة في حفل افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح خلال يناير القادم. قوة الشرطة تعزز من إجراءاتها الأمنية في محيط الكنائس قبيل ساعات من الاحتفال بالعام الميلادي الجديد. الجيش الأمريكي ينسحب من قاعدة له في مدينة المالكية بالحسكة السورية، وأنقرة تواصل إرسال آليات عسكرية إلى مناطق بالقرب من الحدود السورية. لكم وهذه نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من النيل. بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، كما بعث رئيس مجلس النواب علي عبد العال برقية تهنئة للرئيس السيسي، وبعث أيضا الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة ممثلة. كذلك هنأ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. تسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن دعوته للمشاركة في حفل افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح خلال يناير القادم في العاصمة الإدارية الجديدة. الملك حمد تسلم الرسالة من السفيرة سهى إبراهيم رفعت سفيرة مصر لدى مملكة البحرين، وأعرب العاهل البحريني عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على هذه الدعوة الكريمة، مشيدا بما يربط البحرين ومصر من أواصر تاريخية وعلاقات أخوية وثيقة ومتميزة، كما أشاد بالدور الحضاري والتاريخي العريق لمصر ومساهمتها في إثراء الحضارة الإنسانية عبر ترسيخ قيم التعايش والتسامح والمحبة والسلام بين مختلف الأديان والثقافات. وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 184 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. كما أصدر الرئيس السيسي قرارا بتعيين نائبين لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام. يتضمن القرار تعيين محمد شعبان عبد الفتاح مرعي بدلا من محفوظ محمد طه مرزوق، ومحمد عبد العزيز محمد بدلا من عبد القادر مرتضى درويش. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وتناول الاجتماع استعراض مسيرة عمل الحكومة في إطار ما تم إنجازه من مشروعات تنموية وقومية كبرى حتى الآن والمتبقي منها حتى تاريخ 30 من يونيو العام 2020. كما تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من تلك المشروعات، خاصة العاصمة الإدارية والمنطقة المركزية للنهر الأخضر بها ومدينة العالمين الجديدة ومدينة الأثاث بدمياط. وجاء الرئيس باستمرار العمل في المشروعات القومية الكبرى وفقا للجداول الزمنية المقررة لانتهائها. على جانب آخر، عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع كل من رئيس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووجه بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة بما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية. كما وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي النقدي والمصرفي، فضلا عن التنسيق بين كل أجهزة الدولة المعنية للعمل على خفض الدين العام والحد من التضخم. كما أصدر الرئيس قرارا بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب وعضوية ممثل عن كل من
هيئة عمليات القوات المسلحة، المخابرات الحربية، المخابرات العامة، هيئة الرقابة الإدارية، الأمن الوطني. ووفق القرار يمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم وممثلي الجهات المعنية لدى النظر في الموضوعات ذات الصلة. وتتولى اللجنة وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية ومتابعة تنفيذها وآليات التعامل معها في الأحداث الطائفية حال وقوعها. أشاد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة مركزية للمواجهة الطائفية تحت اسم اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية. وأكد مفتي الجمهورية في بيان له اليوم أن هذه اللجنة تعد خطوة هامة في طريق تحقيق المواطنة الكاملة لكافة المصريين، وتدعم جهود تعزيز العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، ما ينعكس بشكل كبير على رقي البلاد وتقدمها. وأبدى مفتي الجمهورية استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون مع اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، مؤكدا أن الواجب الوطني والشرعي يحتم على كل مصري أن يسعى لتحقيق الوئام والسلم المجتمعي بين كافة أطياف المجتمع المصري. والمزيد من المتابعة انضم إلينا هاتفيا سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة. تحياتي لك سيادة اللواء أولا، وما هي قراءاتك لقرار الرئيس بتشكيل هذه اللجنة، اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية؟ اللجنة دي أهم هدف ليها هو منع الفتنة قبل وقوعها. يعني هي هيبقى ليها ثلاث مراحل أو ثلاث مهام أساسية. أول حاجة منع الفتنة قبل وقوعها، وده هنجد ان عندنا تقريبا كل الاجهزه المعلوماتيه مشتركه فيها، يعني المخابرات الحربيه، المخابرات العامه، الرقابه الاداريه، الامن الوطني، اضافه الى هيئه عمليات القوات المسلحه اللي هي القادره على تحريك اي قوات او اتخاذ اي قرار لمجابهه اي فتنه او اي خطر. فاذا دي مهمه اللجنه الاولانيه، انها ايه الاسباب الموجوده التي قد تؤدي الى انفجار فتنه طائفيه في اي وقت. يبقى كل الأسباب دي تتجمع، وبناء عليه قبل ما تشتعل أو تنفجر أي أزمة يكون في قرارات هتتخذ للقضاء على هذه الأسباب اللي ممكن تتسبب في فتنة طائفية أو انفجار أي فتنة من هذا القبيل في أي وقت من الأوقات. رقم واحد. تمام. طيب إذا انفجرت هذه الفتنة الطائفية في وقت، يبقى دي عبارة عن نقول خلية إدارة أزمات لمجابهة هذا الحدث في حينه واتخاذ القرارات اللازمة فورا لوقت الفتنة في مهدها قبل أن تنفجر وتسبب خسائر بأي شكل من الأشكال. يبقى ده المهمة رقم اثنين. رقم ثلاثة بقى، بعد انتهاء هذه الأزمة وحلوها وقضوا عليها وعلى أسبابها، يبقى بنقعد ندرس إيه الأسباب، إيه نقاط القوة، إيه نقاط الضعف، لكي لا تتكرر هذه الأحداث مرة أخرى. إذا كان من نقاط ضعف نعمل على إنها ما تتكررش مرة أخرى، في نقاط قوة ظهرت يبقى نعظمها وننميها بحيث إن احنا نضمن إن شاء الله ألا يتكرر عدم تكرارها. أي عمل طائفي بهذا الشكل. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة. من جانبه وصف القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرار الرئيس السيسي بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية بأنه خطوة رائعة وعلى الطريق الصحيح، ورأى أن عمل اللجنة سيساهم في بناء وتشكيل الوعي المصري وإعادة الشارع المصري للصورة التي اعتاد العالم أن يراه عليها منذ عصور بعيدة من تسامح وترابط ونبذ للعنف والإرهاب، بفضل عن تصدير الصورة الحقيقية لمصر أمام العالم أجمع. وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى تابع بشرط استيفاء متطلبات السلامة الإنشائية واسترداد حق الدولة بالنسبة لتلك المقامة على أراض ملك أو تمتلكها الدولة، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 627 كنيسة ومبنى. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال ترأسه للاجتماع اللجنة بحضور وزيري الآثار وشؤون مجلس النواب وممثلي الجهات المعنية، أكد على أهمية الاستمرار في تسريع وتيرة العمل لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التي تستوفي الشروط التي حددها القانون رقم 80 لسنة 2016 حتى يتسنى الانتهاء من قرارات التقنين في أقصر وقت ممكن.
وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلقي الطفل محمد أشرف الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفى وادي النيل، بدأ المستشفى جلسات العلاج الطبيعي للطفل الذي بدأ يتعافى بعد استقرار حالته الصحية، وذلك تمهيدا لعودته إلى المنزل خلال أيام. محمد أشرف ذو 12 عاما الذي لم تمنعه طفولة البريئة من حادث مأساوي أليم نتيجة للإهمال الشديد بوقوع سور مدرسة من الدور الخامس عليه بالمرج، والذي أدى إلى نزيف داخلي وخارجي بالمخ ومنطقة البطن إثر تهتك في الكبد والطحال وقصور بالجانب الأيمن للذراع والساق. محمد كان خدوا النزيف، شالوا النزيف كله ده الخارجي اللي في المخ، كان عندنا إصابة في البطن، نزيف في البطن، نزيف في العين، كسر في مشط القدم. لما دخلنا في طقم من استشاري المخ والأعصاب، طقم من البطنة، طقم من العظام، اتعمل له كافة الفحوصات اللازمة، كافة الإشاعات، كافة التحاليل، كافة. بصراحة الناس هنا برضو يعني لا نقول لنا ولا علينا، الناس هنا ما أثرتش. استغاثة والد الطفل عبر الفيسبوك لسيد الرئيس كانت الملاذ الآمن لنقله على الفور ليتلقى الرعاية العاجلة بناء على توجيهات السيد الرئيس بمستشفى وادي النيل من خلال الفرق الطبية المتخصصة. طبعا احنا مراتي وامه وعمته وكل ما هو ست عندنا في العيلة استغاثوا بسيادة الرئيس، انا بشكره وربنا يخليه لنا، استجاب لنا في اقل من 24 ساعة. انا عاجز عن شكرك يعني، انت كأب قلت ابني، فانا انا انا يعني كتر خيرك والله، انا بقول لك من قلبي يعني مش عارف اوصف لك ازاي، بس نفسي ابوس راسك يعني. رعاية طبية متكاملة وفائقة تلقاها الطفل من خلال الفريق الطبي المتخصص لعمل البحوث التشخيصية اللازمة وتقديم العلاج الفوري للطفل، والذي ادى الى استقرار حالته ليبدأ رحلة العلاج الطبيعي تمهيدا لعودته الى بيته وسط اقرانه. أشعتنا كلها مطمئنة الحمد لله، الحمد لله النزيف اللي حصل تمت السيطرة عليه، ما زادش الحمد لله أكتر من يعني الأمور كلها مسيطرة عليها. من ناحية الجراحيا النزيف اللي كان موجود في البطن اتحسن، الأمور أفضل الحمد لله، بدأ بياكل وبيشرب بشكل طبيعي، درجة الوعي والكلام كان في نسبة مشاكل فيه كانت متأخرة، الأمور أحسن حاليا. بالنسبة لحركة إيده اليمين دي لسه محتاجة علاج طبيعي، ممكن ياخد شهور على ما ترجع الحركة تاني بشكل طبيعي. تلقى الرعاية الكافية في الرعاية والكاملة، ولما جي عندنا موجود هنا في قسم الأطفال فهو مستقر الحمد لله وحالته أفضل. إحنا بس بنتابع قصة العلاج الطبيعي على الجهة اليمنى اللي فيها ضعفة شوية، وبيتعمله كل يوم طبعا تقييم علشان خاطر نشوف إمتى نقدر إن إحنا نبقى مطمئنين عليه تماما ويخرج البيت بإذن الله. ورغم حالة العياء الشديد التي يعاني منها الطفل محمد أشرف وما شاهده من أهوال كانت بمثابة الكابوس، إلا أنه أصر على التحدث برسالة شكر للسيد الرئيس. مش فاكر اللي حصل بالظبط، بس أنا أحب أشكر الرئيس السيسي بعد عاوز وبقول عاوز أسلم عليك، بس إيدي بس ورجلي ما تخفف، وعاوز أكمل بكرة ونقفه. رعاية طبية ترتقي لمستوى الجودة يتلقاها الطفل محمد أشرف بناء على توجيهات السيد الرئيس، ليسجل التاريخ بأحرف من النور موقفا إنسانيا جديدا من المواقف التي يتبناها السيد الرئيس تجاه شعبه. محمد حلمي، النيل. ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة العليا للمنافذ بحضور عدد من الوزراء ورئيس هيئة قناة السويس وممثلي عدد من الجهات المعنية. استعرض المجتمعون أحدث مستجدات تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع وجهود الارتقاء بالمنظومة الأمنية للقضاء على عمليات التهريب التي تضر بالصناعة الوطنية. بحث المجتمعون منظومة تأمين السواحل المصرية والقرى السياحية الواقعة على البحرين الأحمر والمتوسط. كما استعرض المجتمعون تقريرا حول مؤشرات نجاح المرحلة الأولى من مشروع بوابة التأشيرة الإلكترونية لجمهورية مصر العربية الذي يتيح لطالبي تأشيرة الدخول السياحية لمصر من نحو 46 دولة حول العالم الحصول عليها إلكترونيا. أكد
أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أن أجهزة الوزارة لن تتوانى في اتخاذ كل إجراءاتها لحماية البلاد واستقرارها. جاء هذا خلال اجتماع للوزير مع عدد من مساعديه بحضور جميع مديري الأمن والقيادات الأمنية بمواقعها عبر الفيديو كونفرنس لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات الأخوة الأقباط والعام الجديد. شدد وزير الداخلية على اتخاذ أعلى الدرجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت واتخاذ كافة الإجراءات لإحكام الرقابة والسيطرة الأمنية على الطرق المحيطة والمؤدية إليها. أنهت محافظة القاهرة استعداداتها وإجراءاتها الأمنية قبيل ساعات من أعياد الميلاد، وأشار محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال إلى وجود غرف في عمليات بكافة مناطق القاهرة تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة الاحتفالات وتقديم الدعم لقوات الأمن. كما عززت قوات الشرطة من إجراءاتها الأمنية في محيط الكنائس، وعززت قوات الشرطة أيضا من تأمينها بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بمحافظة القاهرة. تدابير وإجراءات أمنية تتخذها وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لتأمين احتفالات المصريين بأعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، تنفيذا للخطة الأمنية التي تم وضعها في هذا الصدد، ويشرف على تنفيذها وزير الداخلية وينفذها ميدانيا مدير الأمن وقيادات الوزارة لضمان تطبيقها بكل دقة وجدية. تعتمد الخطة الأمنية على انتشار القوات في الشوارع والميادين ومحيط دور العبادة للتعامل بحسم مع أي خروج على القانون وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين أينما توجهوا للاحتفالات. ارتكازات أمنية مزودة بعناصر مسلحة ذات تدريب عالي أمام المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة لتأمينها في كافة المحافظات، مع وضع حرم آمن يتيح للقوات التعامل السريع إذا وجد خروج على القانون يهدد سلامة وأمن المواطنين. عناصر قوات الانتشار السريع موجودة أيضا بالشوارع كداعم للقوات في أي مكان لقدرتها العالية على التحرك السريع وتلبية الاستغاثات والتعامل مع المواقف الطارئة بفاعلية. قوات وخدمات وأقوال أمنية تم نشرها على الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات المختلفة إلى جانب التمركزات الموجودة على هذه الطرق لبث الطمأنينة في نفوس مرتاديها. الأجهزة الأمنية بكافة مديريات الأمن تتولى التنسيق فيما بينها بفاعلية لإجراء عمليات تمشيط مستمرة على مدار اليوم خاصة فرق البحث، كما يقوم رجال المرور بالعمل على تحقيق انسيابية مرورية ومنع التكدسات بخاصة في تلك المناطق التي تشهد تحويلات مرورية بديلة لتلك المغلقة أمام دور العبادة. الانضباط، اليقظة والحسم في التعامل مع كل من يفكر في أن يمس أمن المصريين أو يحاول النيل من مقدرات الوطن واستقراره، وشعار ترفعه وزارة الداخلية في تأمين الاحتفالات. ليست الاحتفالات فحسب، بل الوطن. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الانتهاء من 75,473 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قائم الانتظار، وقالت إن هذه الحالات مسجلة سواء على الموقع الإلكتروني أو الخط الساخن رقم 1530 أو المستشفيات التي تسجل بيانات المرضى بقوائم الانتظار بإجمالي 164 مستشفى مشاركا في القضاء على هذه الظاهرة.
أبرز المجلس الأعلى لمجلس الوزراء جهود الدولة في قطاع التضامن الاجتماعي خلال العام 2018، وقال إن وزارة التضامن الاجتماعي خصصت دعما بنحو 13.7 مليار جنيه صرفوا لعدد 2 مليون مستفيد من برنامج تكافل وكرامة. كما صرفت الوزارة 5.5 مليار جنيه لنحو 1.4 مليون أسرة من برنامج الدعم النقدي غير المشروط والضمان الاجتماعي، وزادت نسبة المعاشات إلى 15% من إجمالي قيمة المعاشات اعتبارا من يوليو 2018 بتكلفة 24.2 مليار جنيه سنويا. كما وفرت الوزارة دعما نقديا سنويا بنحو 5 مليارات جنيه إلى 1 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقدمت خدمة علاجية إلى 116 ألف مريض إدمان. قالت مصادر حقوقية سورية إن 20,000 شخص قتلوا في سوريا خلال العام 2018 في أدنى حصيلة سنوية منذ بدء الحرب قبل نحو 8 سنوات. ومن ناحية أخرى قال السناتور الجمهوري لينزي جرام إن الرئيس دونالد ترامب طمأنه بشأن خطته لسحب القوات الأمريكية من سوريا والتزامه بهزيمة تنظيم داعش الإرهابي. يأتي ذلك فيما انسحب الجيش الأمريكي من قاعدة له في مدينة الملكية بالحسكة السورية. وتعد هذه القاعدة العسكرية هي أول قاعدة تخليها القوات الأمريكية منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حال الانسحاب من سوريا. أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استعداد بلاده الكامل للتعاون مع جميع القوات الأخرى المرتبطة بالملف السوري حال انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية. ونفى عبد المهدي وجود أي قاعدة عسكرية أمريكية في العراق قائلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بزيارة قاعدة عسكرية عراقية يتواجد فيها بعض الجنود الأمريكيين. وتأتي تصريحات رئيس الوزراء العراقي في الوقت الذي تواصل فيه قوات تركية وأخرى من المعارضة السورية تدعمها أنقرة الاستعداد لدخول مدينة منبج الحدودية. أعلن مصدر أمني عراقي تدمير العديد من مخابئ تنظيم داعش الإرهابي بضربات جوية لطيران التحالف الدولي في جبال حمرين وناحية الرياض جنوب غربي كركوك. وأكد رئيس المجلس المحلي لقضاء المقدادية عدنان التميمي إن قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة انطلقت بعملية عسكرية لتعقب خلايا إرهابية مرتبطة بداعش ومتورطة بنصب عبوات ناسفة وأعمال عنف في مناطق وبساتين قرية من نهر الإمام بأطراف المقدادية شمال شرقي ديالي. وأضاف أن العملية تأتي لتطهير تلك المناطق من المجاميع الإرهابية وتأمينها ومسكها بشكل محكم. اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن من محاسن اتفاق السويد بشأن اليمن أنه يعري الإرهاب ويظهره على حقيقته وخاصة ميليشيا الحوثي أمام المجتمع الدولي وأفضح ممارساتها، مضيفا أن خروقات الميليشيات مستمرة للاتفاق حول الحديدة ومسرحية انسحابها من الميناء مكشوفة وتضعف موقعها ومواقفها. إلى ذلك أكد رئيس لجنة مراقبة انسحاب ميليشيا الحوثي من الحديدة باتريك كامريت أن إعادة الانتشار في المحافظة لن تكون له المصداقية إلا إذا تمكنت جميع الأطراف والأمم المتحدة من مراقبتها والتحقق من أنها تتماشى مع اتفاق السويد. إلى ذلك اتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ميليشيات الحوثي بارتكاب 8 خروقات جديدة لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة الأخيرة فقط. للمزيد من المتابعة انضموا إلينا هاتفين أستاذ محمد السدح الكاتب والمحلل السياسي اليمني. أستاذ محمد تحياتي لك أولا، وما هي قراءتك لما أعلنه وزير الدولة الإماراتي بخصوص اتفاق السويد والمواقف الخاصة بميليشيا الحوثي؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. طبعا يعني كان كلام موضوعي لأنه فعلا هذا يعري الميليشيا أمام العالم ويعري جماعة الحوثي أمام كل المجتمع الدولي. هذه في اعتقادي هي آخر فرصة ليكتشف العالم، لأن العالم لم غير راضي أن يقتنع بأن الحوثي جماعة مسلحة إرهابية لن تلتزم بأي اتفاقات سياسية وليس لها علاقة بالسياسة. ويكشف للعالم اليوم أن هذه الجماعة لن تترك لأي حل سلمي
أن يمضي، وإن الحل الوحيد مع هذه الجماعة هو استخدام القوة. للأسف الشديد أن جماعة الحوثي أصبحت تتعامل مع ملف المفاوضات والاتفاقيات بطريقة مليئة بالمهزلة وبرضا أممي وتوافق أممي إذا صح التعبير، لأن الأمم المتحدة منذ اللحظة الأولى منذ العام 2013 وهي تقدم الخدمات فقط للحوثي وتسهل عملية استلام الدولة وإسقاطها بيد هذه الجماعة. هذا إذا كنا نريد منصفين وواضحين ونطرح الحقيقة. نعم. للأسف أن مؤخرا في الحديدة كان يجب أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق، ولكن يتفاجأ رئيس اللجنة باتريك وكل المجتمع الدولي وكل المراقبين أن الحوثي قام بتسليم ميناء الحديدة من جماعة الحوثي إلى جماعة الحوثي فقط، أتى بقوات تلبس زي خفر السواحل، وكان يريد وكان على هذا الأساس يريد أن يقول للعالم نحن طبقنا الاتفاق، ولكن هذا خداع وكذب وتزييف. والإحاطة سيرسل بها باتريك بعد يومين لمجلس الأمن ليطلعهم على ما تم، ونأمل أن يطرح الحقيقة كما ذكر سابقا أن جماعة الحوثي خيبت آماله وليس هناك بداية حقيقية لزرع ثقة بين جماعة الحوثي والشرعية، أو ليس هناك ثقة من جانب الحوثيين يثبتون كل يوم أنهم نحن لن نلتزم بأي اتفاقيات، نحن لسنا مع صناعة السلام في اليمن، نحن نريد مزيدا من الخراب والويلات. وبالتالي القوات الشرعية هي كانت على بعد 3 كيلو متر فقط من ميناء الحديدة وأصبحت قادرة على حسم هذه المعركة عسكريا. نعم. ولكن الحوثي أيضا يدرك أن القوات الشرعية أصبحت على مشارف ميناء الحديدة وأصبحت قادرة على تحرير المدينة وميناءها والثلاثة المواني المتواجدة في الحديدة. فوافق على الذهاب إلى السويد لنشاهد هذه المسرحية الهزلية التي تسيء أولا للأمم المتحدة إذا سكتت وإذا صمت مجلس الأمن عن هذه الخروجات وعن هذه المهزلة الحقيقية التي تحدث اليوم في الحديدة بإخراج أممي. فنحن للأسف نريد أن يعرف العالم اليوم أن مجلس الأمن لا زال يراوغ ويتودد هذه الميليشيات ويدللها، بينما جماعة الحوثي ميليشيا إرهابية وأكثر من 95 اتفاقية منذ العام 2004 إلى اليوم، منذ 95 اتفاقية سواء كانت ترعاها دول أو ترعاها مجلس الأمن أو ترعاها رئاسة الجمهورية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد السطح الكاتب والمحلل السياسي. أظهرت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة الجزائري الغرفة العليا في البرلمان والتي جرت السبت على 48 مقعدا برلمانيا، أظهرت فوز حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ب 29 مقعدا، يليه التجمع الوطني الديمقراطي ب 11 مقعدا، وفاز المستقلون بأربعة مقاعد، كما فاز حزب جبهة القوى الاشتراكية وجبهة المستقبل بمقعدين لكل منهما. وقال معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني أنه بهذه النتائج يكون لحزب جبهة التحرير الوطني 55 مقعدا في مجلس الأمة لأول مرة في تاريخ الحزب. دعا ساسة وقيادات دينية في لبنان إلى تشكيل حكومة مصغرة أو حكومة من الاختصاصيين كحل بديل لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة منذ مايو الماضي. وقال البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي إن عدم تشكيل الحكومة يعطل عمل مؤسسات الدولة، واعتبر أن الوضع يقتضي العمل على تشكيل حكومة مصغرة من أشخاص يتسمون بالحيادية وذوي الاختصاص لإجراء الإصلاحات اللازمة وفق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في إبريل الماضي، وأسفر عن نحو 12 مليار دولار من المساعدات لصالح مشروعات اقتصادية مختلفة. بعد الفاصل أخبار الاقتصاد مع آلاء حامد. مشاهدينا إلى هذه الجولة في أخبار الاقتصاد وأبرز ما فيها. رئيس الوزراء يبحث تطورات أداء سوق رأس المال وآخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة. أهلا بكم.
معكم إلى التفاصيل. بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال لقائه محمد فريد رئيس البورصة المصرية آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة، واستعرض اللقاء أهم الملامح الاستراتيجية إدارة البورصة. أهلا بكم من جديد. بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رسالة مصالحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط توقف للمفاوضات النووية، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة كورية جنوبية. وقالت صحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسي إن رسالة كيم إلى ترامب سلمت يوم الجمعة الماضي في حين لم تشر إلى مضمون الرسالة. كما أعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية أن كيم بعث برسالة إلى نظيره الكوري الجنوبي قائلا أنه يريد عقد المزيد من لقاءات القمة بين الكوريتين العام القادم بهدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي. توقعت المعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية فوز أحد مرشحيها في انتخابات الرئاسة، وذلك اعتمادا على إحصاء أولي للأصوات، في حين أكد الائتلاف الحاكم ثقته من فوز مرشحه بالانتخابات. يأتي هذا في حين تنتظر الكونغو الديمقراطية صدور النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع مساء أمس الأحد. انتخابات رئاسية يدلي الناخبون في كونغو الديمقراطية بأصواتهم بعدما أرجأت 3 مرات لاختيار خلف للرئيس جوزيف كابيلا. يتنافس في هذه الانتخابات 3 مرشحين من بينهم 2 من مرشحي المعارضة الرئيسيين وهما مارتن فايولو وفيليكس تشيسيكيدي أمام المرشح المفضل للرئيس الحالي جوزيف كابيلا وهو وزير الداخلية السابق إيمانويل رامزاني شاداري. الرئيس جوزيف كابيلا أدلى بصوته في الانتخابات ودعا المواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم. رسالتي اليوم لأبناء وطني هي الحضور والتصويت لمرشحيهم ومواجهة سوء الأحوال الجوية. يحق لأكثر من 40 مليون مواطن التصويت في تلك الانتخابات، وذلك وسط مخاوف من اندلاع أعمال العنف خلال عملية التصويت بسبب حجب بعض المناطق عن التصويت لدواعي صحية. وقد أرجأت لجنة الانتخابات التصويت في مدينتي باني وبوتيمبو إلى شهر مارس القادم بسبب تفشي فيروس الإيبولا، مع تأخر مماثل في مدينة يومبي بسبب انعدام الأمن. من المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات في 15 من يناير المقبل على أن يؤدي رئيس الجديد اليمين الدستورية بعد 3 أيام من ذلك التاريخ. أعلنت مفوضية الانتخابات في بنغلاديش فوز التحالف الذي تتزعمه رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في الانتخابات العامة بأغلبية كبيرة، وبذلك تتولى حسينة ثالث فترة على التوالي، في حين ترفض المعارضة الانتخابات وتعتبرها مزورة. وينسب إلى حسينة تحسين الاقتصاد وتشجيع التنمية، ولكنها تواجه أيضا اتهامات بشن حملة على وسائل الإعلام. اتفق وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيا والبريطاني ساجد جاويد على تعزيز التعاون في بلديهما لمواجهة محاولات عبور بحر المانش من قبل مهاجرين على متن مراكب صغيرة والتي شهدت ارتفاعا في الأسابيع الأخيرة. واتفقت الداخلية البريطانية والفرنسية على خطة تحرك معززة ستطبق في الأسابيع القادمة وتقضي بزيادة عدد دوريات المراقبة وتحركات لكشف عصابات تهريب المهاجرين وتوعية اللاجئين بالمخاطر التي ينطوي عليها عبور بحر المانش. أعلن جهاز الاستخبارات الروسي أنه يحتجز في موسكو مواطنا أمريكيا بتهمة أو يشتبه بالتجسس. وأكدت الاستخبارات الروسية في بيان لها توقيف الأمريكي الجمعة الماضية، وذلك خلال قيامه بعمل تجسس، مضيفة أنها بدأت ملاحقته جنائيا. أخبار الرياضة بعد الفاصل مع إيمان الشيخ. ختم هذه النشرة إليكم تذكرة لأبرز ما جاء فيها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو أهل البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة للمشاركة في حفل افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح خلال يناير القادم.
قوات الشرطة تعزز من إجراءاتها الأمنية في محيط الكنائس قبيل ساعات من الاحتفال بالعام الميلادي الجديد. الجيش الأمريكي ينسحب من قاعدة له في مدينة المالكية بالحسكة السورية، وأنقرة تواصل إرسال آليات عسكرية إلى مناطق بالقرب من الحدود السورية. نهاية النشر، أعود إليكم على رأس الساعة بموجز لأهم وآخر الأنباء. إلى اللقاء.